يقول لله الذي فرض صفته بالاشتمال على اشمل الكمال والاستقلال بالعباد بالجلال منزع عن احتلال الحلال ومتصفات الخلال بالاختلال. يا حي يا قيوم يا خالق الدجاج والدوم عما قروشنا اليوم المعلوم وجن حاضرين للسردات وملء بطورنا بكعب الغزل وبالصيلات نجينا من الامراض والرجيم انك بحاله عبدك خبير وعالم. حكى الله تعلم وقدر واحكم انه كان في قديم الزمان يسالف العصر والاوان واحد السلطان عظيم مولا الدنيا تيدوي معها ويتهدد كانت شتا خلص. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين نحمده وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المعين. One of the most iconic characters we all have seen him. He's always roaming around the public squares. Now at that time at the old times this man is called Garab. Now Garab which means a water seller, a man who sells water for a living. Now as we all know مكتوب عليها هذا جمجمة هذا جمجمة مثل غايت حيا مياه روح هما كيتساروا واحد الغابة سرحوا عينيهم كيبان لهم واحد الملوك الملوك النوالة جا وخلصوا عطاء وحكم بحكام ولا نعيد وقوم صنع الحكام سلطان يا ناس كان عنده واحد الباز هاد الباز عز عليه من الباز عملوا قفص من الباز ويقوتوا يا بالحمام حسن وواحد سميتو عبد الرحمن. يا سيدنا عبد الرحمن كان دجا كبير من التجار الكبار عطاه الله الدنيا كانوا عنده ممتاز ولا الدنيا يحكم حكمه والعبي رجل فقير الحال رجل ضعيف مسكين عنده خمسة الاولاد المرأة ستة هو سبعة هذا الرجل ما كان تيقعد لا خميس رجل بسيط رزقه قليل اللي صوره في النهار كيدي عليه الليل. مدرسة مراكش للحكي معهد جديد يسعى في خدمة عمل قديم عتيق وهو ميراث الحكي وفنون القصة. فتح أبوابه هذا المعهد أمام جيل جديد ومجدد لفنون الحلقة ومسرح الحكوات وهذا الميراث الحي يتجلى في ساحة جامع الفناء الرحبة الكبرى الشهيرة حيث يجتمع عالم الخيال بميدان الألفة. مدرسة الحكي هو امتداد طبيعي لشأن جامع الفناء جامع الفنون على مستوى التلقين والتعليم. فبعدما أسهمت جمعية منية مراكش لإحياء التراث المغربي وصيانته على نشر عدد خاص من مجلة دفاتر تراث مراكش والجهة أفردت لساحة جامع الفناء والتحديات التي تواجهها ونشرت وجهات نظر كيف يمكن أن ننشئ ميثاقا جديدا يحصن حرم جامع الفناء ويسهم فيه المجتمع المدني والمواطنون إلى جانب المسؤولين والإداريين في صياغة مقترحات ومقاربات من أجل مستقبل الساحة. فبعد هذا الإنجاز أطلقت الجمعية هذا العمل وهذه المدرسة لاستقبال أحد رموز الحكي وهو الشيخ المعلم عبد الرحيم الأزلية وأفسحت المجال لاستضافته لعمله بمقر الجمعية للتداريب الحكائية
باللغة العربية وبالدارجة وبالإنجليزية والفرنسية. يعزز هذا الدرس الأصلي المؤسس لتلقين فنون الحكاية بدروس أخرى جديرة بالاعتبار، وعلى رأسها درس لتلقين الخط العربي وفنون الكتابة المغربية الأندلسية، وإلى جانبه هناك دروس أخرى في الأدب والتاريخ والروحانيات الإسلامية، التصوف واللغات، وفي فنون اللغة العربية، ويضاف إليها دروس في فنون المسرح ومسرحة الحكواتية، ودروس في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. فإذن هذه المدرسة هي عربون محبة في فنون الحكي وتأصيل الأصيل فيها وتجديد ما يمكن تجديده في زمننا وفي وقتنا.